فتشتوه؟ حصل يا باشا. لقيته معاه حاجة؟ لا يا باشا. فين الورق يا جدع انت؟ الورق مش معايا سعادتك. امال مع مين؟ معرفش يا فندم. انت مش اتصلت بيا وقلت انك عايز تقابلني عشان تديني الورق؟ لا سعادتك، انا قلت لسعادتك عايز اقابل سعادتك علشان نتكلم مش علشان اديك الورق. بقول لك ايه هاد انت؟ انا ما عنديش قلب للمناهده ولا اللف والدوران وصبري خلص خلاص. فين الورق اللي انا عايزه؟ ما انا قلت لسعادتك يا باشا انا ما اعرفش فين الورق. حلو قوي، خليك ما تعرفش كده. نواب طيب خلصوا عليه وارموا جثته في اي مصرف ولا ترعى، هتموت موته حلوه، هتموت وانت ما تعرفش. خدوه. لكن يا باشا اعرف اللي يعرف مكانه. انت قلت ايه؟ بقول لسعادتك اعرف اللي يعرف مكان الورق. مين؟ طب نتكلم ونتفق الاول يا باشا. هتلاعبني يا واد انت؟ يا باشا انا اللي اتصلت بسعادتك وجيت لحد عندك علشان نتكلم. نتكلم نقول ايه بالظبط؟ الاول وقبل اي حاجه احب اعرف سعادتك ان كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي كان بتخطيط وتدبير مني. تقصد يعني ان انت اللي كنت المخ ورا حرد وزين؟ بالظبط يا باشا. ماشي يا سي مخ، وجاي لغايه عندي هنا دلوقتي عشان تكمل لعبتك وترسم عليا انا كمان. وانا استجري يا باشا، انا بس جاي اقول لسعادتك انك لمؤاخذه يعني اخترت الناس الغلط اللي لا يناسبوك ولا يقدروا يسدوا مع سعادتك. واظن اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي مع عنتر وعدلي وعزام اكبر دليل على ان كلامي صح. ازاي تتكلم بالطريقه دي عنهم قدامي؟ انت ناسي ان دول كانوا رجالتي؟ بس كانوا اغبياء، كل واحد فيهم فكر في مصلحته بس ما فكرش في المصلحه العامه. وبعدين سعادتك يعني حقك تشكرني ان خلصتك منهم، كانوا اغبياء وضروا نفسهم وكانوا هيضروا سعادتك. كويس انهم غاروا. انت عايز تفهمني انك عملت كل ده عشان خايف على مصلحتي؟ بالظبط سعادتك. يا جدع انت قول كلام غير ده، قول كلام يتعقل. انا مع سعادتك ان كل واحد في الدنيا بيفكر في مصلحته، بس الذكي هو اللي يربط مصلحته بمصلحه الناس الكبار اللي بيتمنى يشتغل معاهم. وبعدين سعادتك مش محتاج لكل دول حواليك، انت محتاج بس لواحد زيي، واحد عارف ان المصلحه لما تعم هتعم على الكل. وحربي وزين بعتهم هم كمان؟ ما هم طلعوا اغبياء برضه يعني، بعد ما مشوا معايا نص المشوار خافوا وكسكسوا. بس انا سعادتك ما بخافش، بحب العب اي لعبه مهما كانت خطره، لان اللي يلعب مع الصغيرين هيفضل طول عمره صغير، اللي يلعب مع الكبار هيكبر. انت اسمك ايه؟ بحر. صلاح درويش البحر. صلاح درويش البحر. بحر غويط. ماشي يا سي بحر، نلعب بقى. انت بتشتغل ايه؟ محامي يا باشا، قصدي كنت محامي يعني قبل ما اخش السجن. سجن؟ ما هو الله يرحمه عدلي بقى كان لفق لي قضيه كده ودخلني السجن، وربنا عالم اني بريء منها. وده اللي خلاك تخطط وتدبر عشان تنتقم منه، مش كده؟ بالظبط يا باشا، بس ده كان هدفي الاول، لكن مش هدفي الاخير. وايه هو هدفك الاخير؟ انت يا باشا. انا؟ ما انا قلت لسعادتك اللي يلعب مع الكبار بيكبر، وانا عايز العب مع سعادتك علشان اكبر يا باشا. تلعب ازاي وانت متربك كده؟ معقولة يا مهاب؟ لا مؤاخذة صراحة ما كنتش واخد بالي. فكوا يا ابني، فكوا. عامل سعادتك. سيبونا لوحدنا دلوقتي. يلا. انت واقف كده ليه يا صلاح؟ تعال. اقعد يا متر. تشرب ايه؟ لا مش عايز سعادتك، انا خلاص شربت. طب الحمد لله. تالي دلوقتي نقدر نتكلم وبكل صراحه. انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز اخدمك يا باشا. تخدمني ازاي؟ امسك لك كل اعمالك، الظاهر منها والخفي. واقوم بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه عدلي. ابقى مستشارك القانوني ومسؤول عن كل اعمالك. تأكد يا باشا ان ده هيبقى قرار صحيح، عمرك ما هتندم عليه ابدا. Thank you.
وانت متر عايزني اسلم لك دهني واسلم لك كل حاجه بالسهوله والسرعه دي؟ ده امل يا باشا، حلمي. طب وانا هحقق لك حلمك ده مقابل ايه؟ مقابل اني اخدمك بعناية وراعي مصلحتك، لان مصلحتي من مصلحتك، ده غير ان انا الوحيد اللي اقدر اعرف مكان البضاعه اللي كانت عند عنتر واختفت، والورق اللي كان في مكتب عدلي. اظن دي حاجات مهمه بالنسبه لسيادتك. بس انت قلت لي ان الورق ده مش معاك. وقلت لسعادتك برضو ان اعرف مكان اللي يعرفه. مين؟ حرب يا باشا. وعارف هو شايله فين؟ لا الحقيقه، بس سهل نعرف، وكمان نعرف مكان البضاعه. خلاص، لما تعرف مكان البضاعه ومكان الورق وتجيبهم لي الاول ويبقوا تحت ايدي هنا، ساعتها نقدر نقعد ونتكلم في المواضيع التانية. تمام سعادتك، كلها يوم او اتنين وكل اللي انت طالبه هيبقى تحت امر سعادتك. اتصل بيا بسرعه وما تتاخرش عليا. انا عمري ما اتاخر على سعادتك يا باشا. رشا. ايوه يا باشا. ادي نمر تليفوناتي كلها للاستاذ صلاح، وانت هتبقى على اتصال دائم بالانسه رشا، كل يوم الصبح هتكلمها وتقول لها ايه الخطوات اللي عملتها. مفهوم يا بحر؟ مفهوم يا باشا. يلا انت دلوقتي عشان مهاب يوديك مطرح ما جابك. ايه رايكم؟ حلوين قوي يا زين. الف مبروك يا زين، انا فرحان قوي قوي قوي. الله يبارك فيك يا بركه، عقبالك. كام دول؟ تحت امرك يا فندم، اتفضل معايا. ماشي. بقول لك ايه؟ شد حيلك معايا بقى، وزي ما هتجوز زين، جوزني انا كمان. حبيبي يا بركه، ليك عليا اجوزك احلى مزه في مصر كلها. ايوه يا رب، يسمع بقك ربنا. استنى. ايه؟ مين طلبك؟ لا لان ما غلط برضه ما بيردش. ها على فين يا امان؟ بابا عاوزه اتكلم معاك. خير يا امان؟ مش هينفع هنا، ممكن نتكلم جوه لوحدنا؟ ماشي اتفضل. مالها طنط أمان؟ مالكش دعوة، خليك في الواجب اللي بتعمله. إيه يا أمان؟ في إيه؟ بابا، إحنا اتفقنا إن إحنا نكون صراحة مع بعض، وإن محدش يعمل حاجة من ورا التاني، وأنا طول عمري كنت ملتزمة بالمبدأ ده، لكن للأسف أنت كسرته. أنتِ بتتكلمي عن إيه يا أمان؟ بابا، انت طلبت من حربي ان هو يبعد عني؟ ايوه طلبت منه يبعد عنك وما يقابلكيش ابدا. ليه يا بابا؟ ليه عملت كده؟ لان حربي ده مش الانسان اللي شرفني ان بنتي تعرفه، ده مسجل خطر ورد سجون. بس ده ما كانش رايك في الاول، وبعدين يا بابا ما انت عارف الظروف اللي حربي اتسجن فيها. يا امان يا بنتي، الناس مالهاش علاقه بالظروف، الناس لها علاقه بتاريخ الانسان وبعمله. أنا عاوز أسألك سؤال، لو حبيتي تقدمي اللي اسمه حربي ده لحد من زمايلك هتقولي لهم الأستاذ حربي خريج لومنطرة؟ الأستاذ حربي حاصل على صحيفة سوابق بجدارة؟ بابا ده مش مبدأك في الحياة، أنت طول عمرك بتعلمنا إن مش عيب إن الإنسان يغلط، العيب إنه ما يتعلمش من غلطه، ولا خلاص المبدأ ده اتغير؟ ومين قال لك يا أماني إن حربي ده اتعلم من أخطائه؟ بابا انت ما شفتش حربي كان زمان ايه ودلوقتي بقى ايه؟ انا اللي اعرفه ان حربي ده كان فقير وفجأة بقى غني، عنده فلوس كتير. صدقيني يا بنتي، الفلوس مش كل حاجة في الدنيا، المبادئ والقيم والاخلاق اهم بكتير من الفلوس. تقدري تقولي لي اماني جاب الفلوس دي كلها منين؟ عادي جدا، كافح واشتغل ونجح. وايه الشغلانة دي بقى ان شاء الله اللي تخلي إنسان غني جداً في فترة قصيرة؟ أسئلة كتيرة بتحيط باللي اسمه حربي ده، أسئلة مريبة وكلها مش في صالحه. لكن يا بابا. خلاص يا أماني، أنا مش عاوز أسمع كلام تاني في الموضوع ده، وزي حربي ما وعدني إنه يبعد عنك
أنا عاوزك أنت كمان توعديني إنك لا تقابليه ولا تشوفيه ولا حتى تتصلي بيه. أنا آسفة يا بابا، ما أقدرش أوعدك بحاجة مش هقدر أعملها. أنا آسفة. أماني 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 في إيه يا أماني؟ صلاح انت ايه اللي جابك؟ ابدا، وحشتوني قلت اجي ازوركم. ازيك يا بركه؟ دخلت هنا ازاي؟ لقيت الباب مفتوح قلت يبقى انتوا هنا، ولما دخلت ما لقيتش حد، رحت قاعد استناكم. عموما شرفت ونورت ابو صلاح. بركه اعمل لنا طقم شاي. بس انت يعني ايه اللي جابك يا متر؟ هو فكرت كويس في الكلام اللي انتوا قلتوه لي امبارح، واكتشفت ان انتوا عندكوا حق في كل اللي قلتوه. يعني انت موافق على اللي عملناه؟ طبعا، احنا مع بعض وهنفضل مع بعض العمر كله. بس بصراحه احنا مالناش غير بعض، وابتدينا سكه ولازم نكملها سوا، مش كده ولا ايه؟ الله عليك يا ابو صلاح، يا احسن محامي فيك يا مصر. أنا طول عمري بقول إن أبو صلاح ده دماغه متكلفة. وما تقلقش يا متر، حقك معانا محفوظ وبالطريقة اللي تريحك، إن شاء الله مش هنختلف. ربنا ما يجيب خلاف يا زين. الحمد لله، أنا بس كنت جاي أطمن عليكم، وكان كل حاجة شغلاني بصراحة، يعني أي تصرف متهور من زين يعني، فخلوا كل حاجة متأمنة زي ما هي، البضاعة متأمنة، يعني ما تعملش اي تصرف ارجوك يعني. لا ما تقلقش يا متر، البضاعه متامنه في مخازن سقاره ومحدش يعرف طريقها غيرنا. الحمد لله الحمد لله. والورق؟ لا الورق في الحفظ والصور، ما تقلقش. كويس كويس، حلو ده، يعني اهم حاجه ان الحاجات تحت السيطره ومتامنه يعني. الحمد لله الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ اخبار فرح ايه؟ كله تمام، جبنا الشبكه اهو، بكره ان شاء الله الصبح هنزل اشتري البدله. حلو، استنى بقى اجي لك نروح سوا، أنا إلك أحلى بدلة على زوجي. طب وأنت هتتعب نفسك ليه يعني؟ لا تعب ولا حاجة، ده أنت غالي عليا يا زين، ما خدمتكش في يوم زي ده، أخدمك إمتى يعني؟ ماشي يا متر ماشي. الله الله، تسلم الأيادي يا بركة. شكرا. ثانية واحدة. طيب أماني؟ حربي.